هعمل فتوتشيني او باستا فتوتشيني وايت صوص بالسي فود. المكونات: كريمه لباني، جمبري، كالاماري، مكرونه مسلوقه، زبده، زيتون اسود واخضر، بودره بصل، بودره ثوم، جوزة الطيب، ثوم، وجبنه بارميجان. احط الطاسه على النار واحط فيها زيت وزبده، احط بس كده شويه زيت، واحط معلقتين كبار زبده، دوبها كده. لو الطاسه سخنه نبعدها شويه. هبتدي الاول بالكلماري. طبعا المكرونه مسلوقه، افكر حضراتكم بقى انا هحط زيت، احط زيتون اسود واخضر، واحط جبنه بارميجان، فمش هحط ملح خالص، يعني ممكن احط فلفل اسود بس. الكلماري مش هياخد وقت خالص. هحط الجمبري، من غير الميه يعني، عشان بيبقى ساعات لو جايبين مجمد هتلاقوا فيه شويه ميه، نخلي بالنا ما نحطش الميه دي خالص علشان هيبتدي يتسلق. نحرك كده الجمبري في كل حته، احط فلفل اسود. طبعا لو مش عايزين الصوص يغمق شويه خلوه يبقى فلفل ابيض، بس يعني الكميه الصغيرين دول مش هيبانوا خالص، كده كده هيبقى فيه زيتون اسود فاللون مش هيفرق كتير قوي. اهم حاجه بس الجمبري يبتدي يستوي، وهياخد فصين توم. انا كده كده هحط توم بودره، بس برضو التوم الفريش لا يعلى عليه، وهحط فصين التوم دول. اقلب كده كويس، شوف الكلماري كده تمام، يعني بيتقطع بالمعلقه فكده ايه كويس مستوي. هخلي دايما الزيتون في الاواخر علشان طعمه ما يمررش. نحط شويه من جوزة الطيب، شويه صغيرين، هاخد نص معلقه بودره بصل، بودره ثوم. الفرق بينهم عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين بالشكل كده، بودره البصل بتبقى الحبات بتاعتها اكبر شويه، بودره البصل بتبقى ناعمه اكتر، ده الفرق. غير كده ممكن نشم ريحتها، ريحتهم الاثنين الفرق باين قوي. اقلب كويس. ابتدي الجمبري لما بيستوي حجمه بيقل شويه وظهره بيلف لبره، فمعنى كده نعرف ان هو ايه استوى. بس اهم حاجه نقلب البهارات كويس، وهزود الكريمه اللباني، ممكن اقلبها لو ايه ماسكه ببعض شويه، خلي شويه كده لحد لما اشوف القوام هيبقى عامل ازاي. طبعا في الاول اول ما بتتحط كده بتلاقوها سايبه مع النار، لما بتبتدي تغلي بتبتدي ايه تمسك نفسها. هاخد معلقه من الزيتون الاخضر، وواحده من الزيتون الاسود، طبعا الكميه زي ما حضراتكم تحبوا، ممكن شويه كمان. مش عاوز بقى اخليها تغلي قوي علشان انا هحط جبنه بارميجان دلوقتي، فالجبنه لما تحط هتلاقوا الصوص تقل قوي. بس نقلب كل حاجه كويس الاول، احط نص الكميه كده واقلب واشوف القوام اخباره ايه، لو عايز ازود هزود تاني. يا جماعه طلعينا ما بيحبوش خالص الجبنه البارميجان على اي باستا سي فود ولا اي جبن خالص، يعني يقول لك انت كده بتبوظ طعم الاكل. هاخد المكرونه
كبشة اكبر بقى شوية عشان اعرف اقلب. واي بقى خضرة موجودة عند حضراتكم كده الصوص هيبتدي يتقل واحدة واحدة. بس المهم ايه، انا اقلب كويس، ودايما نخلي لما نسلق المكرونة نخليها تبقى مش مسلوقة على الاخر قوي، يعني تبقى يعني اقل من 3 ارباع سلقة بشوية. اقلب كده كويس. بقدونس مفروم وقلبها كده. ممكن بقى نزود شوية من من الزيتون الأخضر والزيتون الأسود. كل ما هنسيبها على النار كل ما الصوص هيتقل. هي كده مش محتاجة تتساب أكتر من كده علشان يبقى فيه شوية من الصوص، لأن لما هتبرد شوية مع الجبنة مع الكريمة اللباني كل ده هيمسك نفسه هتتقل جامد. يعني مش عايز اقول لحضراتكم الريحه قد ايه خطيره، حتى الجو مفتوح كده بس الريحه حلوه قوي. وزودت الكميات عشان كله بيقول لي انت بتعمل كميات قليله. هاخد شويه كمان من البقدونس. نحط هنا عشان اللون يبقى مظبوط.